بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي عبده من منشيه ناصر ومجاهد وبحب الشغل ما بحبش فلوس، بحب البني ادمين قدام مني تكسبني. ممكن الحاجه ببيعها ب 100 جنيه تسوى 1000 جنيه ما بجيش على الزبون. ليه؟ عشان الزبون برضو عاوز يلاقي فيها عيش ياكل فيها عيش، ممكن ياخدها مني يبيعها. زي اللاب اللي انت شفته حضرتك ببيعه بكام؟ جايبه بكام؟ ده رزقي. ممكن اللاب ده جايبه ب 200 جنيه مثلا، هو يعمل 27000 جنيه. الزبون ممكن يتكلم معايا يقول لي ايه؟ لا هاخده ب 700، انا عاوز ابيع ب 1000. ممكن اقول له الله بارك لك وهو برضه هيلاقي فيه حسنه، ما بجيش على حد. انت معايا؟ نفس الوقت برضه بياخد مني شغل، ببيع حاجات، بمسك تليفونات، بجيب الحته ب 5 جنيه. نفس الوقت برضه انا لو عليها لو بحط البطاريه ممكن تطلع شغاله، بدل ابيعها ب 10 جنيه ابيعها ب 50 جنيه هي تعمل 100 جنيه، بس ما بجيش على الزبون. انا ممكن ابيعه بكام؟ ب 50، بس اكسب الزبون. كل جمعه وكل خميس يجي لي يقول لي عامل ايه يا عم عبده؟ انا جاي اخد منك شغل او مش جاي اخد منك شغل، كفايه ان انا اشوفك. انت راجل محترم. بطلع من حاجات، بطلع حاجات زي كده اهو. ساعات بيبقى فيها دوبليه. ساعات زي كده ناس بتعرفش قيمتها. تعرفش قيمتها، فيها دوبليه دهب. الناس بتاخد الكيلو 3000 جنيه. انا بنزلها على الفرش، ممكن ابيع الحته ب 50 ب 100 جنيه، ما جيش على الزبون. بطلع برضو ايه البرد دي بفضيها، بطلع منها الايسيات، بطلع منها الايسيات، بطحنها، بطلع منها ذهب. واخد بالك؟ بنزل اشنش عليها، بنزل اشنش عليها، واخد بالك؟ بنزل الشيشناجي بيشنش عليها بيقول لي فيها 2 جرام 3 جرام. بقول له خلاص بيع، بيقول لي هاخد كيلو التراب ده مثلا ب 4000 جنيه ببيعه. انا الايسات دي بجيبها ببلاش الا ربع، بوقع الايسات من البورده وبحرقها وبشتغل حلو، والناس بتاخد مني شغل وبتطلع منه شغل. ليه؟ انا بحب اشتغل وبحب اشوف دي ايه بتطلع نسبه قد ايه، عشان باخد الشغل من الزبون تجاري. لو مثلا واحد بياخد ب 10 انا هاخد ب 20. ليه؟ عارف الحته دي فيها ايه؟ شغلانتي بقالي فيها 10 سنين.